صدم الجماهير نادي فولومنسي البرازيلي بلقطة مثيرة للجدل بين النجم المخضرم مارسيلو ومدرب الفريق مانو منزيس. فبينما كان مارسيلو يستعد لدخول الملعب، اقترب منه المدرب وتحدث معه بكلمات خافتة في البداية قبل أن يحتد في نقاشه ويقوم بدفعه للخلف وإعادته مجددا لمقاعد البدلاء والاستعانة بلاعب آخر. وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة علق المدرب على الواقع قائلا: كنت سأدفع به لكنني سمحت شيئا لم يعجبني، لذلك غيرت رأيي واخترت جون كيندي في الجناح بدلا منه. لكن المدرب لم يكشف الكلمات التي قالها مارسيلو. نادي فولومنسي قرر فسخ التعاقد مع مارسيلو بعد الخلاف الذي ظهر بينه وبين مدربه بعدما نشب اشتباك لفظي بينهما على خط التماس أثناء قيام المدرب بإدخال اللاعب إلى الملعب بديلا في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.